عليكم طلاب الكرام، طلاب الصف الأول الثانوي في أي مكان في جمهورية مصر العربية، أهلا وسهلا بكم ومحاضرة جديدة من محاضرات شرح ومراجعة وإجابة تدريبات على المنهج كاملا، واللي قررنا من خلالها ان احنا بنقسم المنهج بنظام فروع. هنبدا بالنحو، بعديها الادب، بعديها البلاغه، بعد كده هنبقى مكملين ان شاء الله تعالى في الكلام عن محتوى المتحرر، واللي من خلالها المحاضرات بتاعتنا بتنزل يوم ايوه ويوم لا بشكل متقطع. المحاضرات كلها بتنزل الساعه 6 عشان تكون متابع معانا ومستمر معانا. بنوصل النهارده ان شاء الله تعالى للمحاضره السادسه من محاضرات شرح منهج النحو، واللي اتفقنا ان احنا بنقسم كل الدروس بتاعتنا لمحاضرات 8 دروس لـ8 محاضرات، كل محاضرة لوحديها. المحاضرة بتنتمي على الشرح وبشكل المراجعة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت بيكون عندنا إجابة مجموعة من التطبيقات. تعالوا مع بعض دلوقتي نتعرف على محتوى المحاضرة، بس قبل ما نتكلم عن أي حاجة ما ننساش شير لايك سبسكرايب، تفاعل معنا، سيب لنا تعليق بقى تحت بأي حاجة، شجع غيرك، شجع نفسك عشان إحنا كمان نكون مكملين ومستمرين معاك. تعالوا نتعرف على محتوى المحاضرة السادسة من المحاضرات بتاعتنا. هنشرح النهاردة إن شاء الله تعالى مع بعض شرحا تفصيلا كاملا جمع المذكر السالم وملحقات جمع المذكر السالم، وبعديها نجاوب مجموعة من التطبيقات على جمع المذكر السالم وملحقاته. ولو عايز تتابع الحلقات اللي فاتت موجود الرابط بتاعتها موجودة عندك في صندوق الوصف. يلا شباب نبدأ المحاضرة. لو بتحب تاكل تشرب ايا كان الحاجة حطها قدامك، وحط قدامك الحاجة اللي بتسمع فيها، ومعاك الكشكول ومعاك القلم لانها تسجل كتير جدا 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 زي ما احنا متعودين من ملاحظات المهمة. يلا بينا شباب نبدأ المحاضرة واحدة واحدة مع بعض. بسم الله نبدأ مع بعض كده الكلام على جمع المذكر السالم وملحقات جمع المذكر السالم بعد ما اتكلمنا عن المثنى وملحقاته. تمام، اول حاجة نتكلم عنها ولازم نتذكرها مع بعض هو يعني ايه اصلا جمع المذكر السالم. فبنقول جمع المذكر السالم هو ما دل على جمع المذكر العاقل او دل على جماعة الذكور بزيادة واو ونون على حالة المفرد في حالة الرفع، او ياء ونون في حالتي النصب والجر. يبقى هنا بنزود على المفرد واو ونون في حالة الرفع، او ياء ونون في حالة النصب والجر. فبقول المعلمون مجتهدون، يبقى المعلمون هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، ومجتهدون خبر مرفوع علامة رفعه الواو. وخد بالك بنقول بزيادة الواو والنون او الياء والنون، عشان لو استغنيت عن الواو والنون او الياء والنون فهيتبقى عند المفرد في كلمة المعلمون. لو حذفت الواو والنون هيبقى المعلم، وكلمة مجتهدون لو حذفت الواو والنون هتبقى مجتهد. لذلك قلنا بزيادة الواو والنون او الياء والنون على المفرد. نفس الكلام لما بقول له رأيت المعلمين، يبقى المعلمين هنا الاعراب بتاعها هيكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. او لو قلت قرأت عن المخلصين، يبقى المخلصين هنا هيكون اسم مجرور وعلامة جره الياء برضو لانه جمع مذكر مين؟ سالم. عندنا برضو تنويه مهم جدا 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 واتكلمنا عليه في حالة المثنى، ان عند الاضافة النون بتسقط. فعند الاضافة يعني لما بجيب مضاف اليه بعد جمع المذكر السالم بحذف النون، وفي الحالة دي لازم يكون جمع المذكر السالم نكرة والمضاف اليه جاي بعديه ايا كان نكرة او معرفة. فبقول جاء معلمو الفصل، كان الاصل بتاعها جاء معلمون الفصل، فاصبحت معلمه هنا بالنسبة لنا فاعل مرفوع علامة رفع الواو وحذفت النون للاضافة والفصل هنا مضاف اليه. او بقول ان دارسي النحو كثيرون، فكلمة دارسي هنا اسم ان منصوب وعلامة نصبه الياء وحذفت النون للإضافة والنحو هنا مضاف إليه. وبرضو لو قلت أعجبت بقارئي الكتب، فكلمة قارئي هنا اسم مجرور وعلامة جره الياء وحذفت النون للإضافة والكتب هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. برضو معلومة مهمة لازم نكون عارفينها، كلمة ذو عندما تجمع جمع مذكر سالم، لما تجمع كلمة ذو اللي هي اسم من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب، لما نجمعها جمع مذكر سالم نزود واو في حالة الرفع، فبنقول ذو ذو ذو. يبقى هنا في حالة الرفع عند جمع كلمة ذو تكون ذو، وفي حالة النصب أو الجر نحذف الواو ونحط ياء فتبقى ذوي ذوي. يبقى ذو عند جمعها جمع مذكر سالم في حالة الرفع تبقى ذو،
زي لما اقول ذو الخبرة اهل ثقة، يبقى كلمة ذو هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وركز، كلمة ذو وذوي جمع مذكر سالم وليس ملحق بجمع المذكر السالم. برضو بقول ذوي ذوي ذوي، ده في حالة النصب، فبقول إن ذوي الخبرة أهل ثقة. فكلمة ذوي هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء. أو بقول ذوي برضو في حالة الجر، سمعت عن ذوي الخبرة، فأصبحت هنا اسم مجرور وعلامة جره الياء، والخبرة هنا مضاف إليه. خد بالك إن ذوي الواو تحتيها كسرة، ذوي الواو تحتيها كسرة، أما في حالة المثنى بيكون فوق الواو فتحة فبتبقى ذوايا. ركز معايا في حاجة زي كده، شرحنا الكلام ده بالتفصيل في الكلام عن المثنى. تمام، ننتقل مع بعض النقطة تاني بقى، وهي شروط الاسم الذي يجمع جمعا مذكرا سالما. هل أي اسم ينفع يتجمع جمع مذكر سالم؟ قال لي لا، لابد أن تتوفر شروط في هذا الاسم. فقال لي أول حاجة لابد أن يكون يا إما علم أو صفة. يبقى هنا الاسم عشان يجمع جمع مذكر سالم لازم يكون علم ولازم يكون صفة. وقال لي لازم يكون علم لمذكر عاقل أو صفة لمذكر عاقل. يبقى غير العاقل من الأشياء المذكرة لا يجمع جمع مذكر سالم. لازم عشان الكلمة تجمع جمع مذكر سالم لازم تكون عاقلة ولازم تكون صفة أو علم، صفة أو علم. طبعا العلم هو أسماء البلاد أو أسماء الأشخاص أو ما سمي من الأشياء. وصلت كده؟ طبعا هنا هل بقى العلم اللي هو أسماء البلاد ينفع؟ قلت لك لا، لازم يكون علم وفي نفس الوقت لازم يكون عاقل، لازم يكون صفة وفي نفس الوقت لازم يكون عاقل. فأول حاجة بيقول لي علما لمذكر عاقل، ولازم يكون في الشرطين دول يتوافقوا. لازم يكون العلم غير متصل بتاء التأنيث. تقول لي كلمة أسامة وكلمة عنترة وكلمة حمزة، كل الكلام اللي قصادي ده علم مذكر. هقول لك من عيني فعلا علم مذكر، ولكن هنا مضاف له تاء للتأنيث اللي هي التاء المربوطة اللي في الآخر، فأصبح ده لا يجمع جمع مذكر سالم. فبقول كلمة زي كلمة محمد عادي أجمعها مذكر سالم، تبقى إيه؟ تبقى محمدون ومحمدين. أما كلمة حمزة برغم إن هي علم مذكر ولكن لا تجمع جمع مذكر سالم عشان فيها التاء المربوطة اللي في عنترة وأسامة. يبقى لابد للعلم ألا يتصل به تاء مربوطة، ولا بد له أن يكون غير مركب. يعني غير مركب اللي هي الأعلام المركبة زي عبد الله وسراج الدين ونور الدين وصفي الدين إلى آخره. فدي بالنسبة لي أعلام مركبة لا تجمع جمع مذكر سالم، فلازم يبقى علم عادي خالص زي كلمة محمد، لا فيه تاء تأنيث ولا هو مركب تركيب إضافي، فبقول عبد الله وسراج الدين إلى آخره. تاني حاجة قال لي يكون صفة. طب هل أي صفة عاقلة ينفع أجمعها جمع مذكر سالم؟ قال لي لا، لازم برضو الصفة يتوفر فيها بعض الشروط. لازم الصفة تكون غير متصلة بالتاء المربوطة زي كلمة علامة، ما اقدرش اجمعها جمع مذكر سالم، ما اقدرش اقول علامون، مش هينفع خالص، يبقى لا تجمع جمع مذكر سالم. لازم تكون ليست على وزن افعل التي مؤنثها فعلاء زي احمر حمراء واعور عوراء، ما ينفعش كلمة احمر حط لها واو ونون، مش هينفع اقول احمرون. فما ينفعش اجمعها لما تكون على وزن افعل التي مؤنثها فعلاء. أما اللي على وزن أفعل التي مؤنثها فعلى فتجمع عادي جمع مذكر سالم زي كلمة أعظم، ينفع أجمعها جمع مذكر سالم فروح أي الأعظمون. يبقى هنا الكلمة اللي على وزن أفعل ومؤنثها فعلى لا تجمع جمع مذكر سالم، أما الكلمة اللي على وزن أفعل والتي مؤنثها فعلى تجمع عادي جمع مذكر سالم. بعد كده قال لي ليس على وزن فعلان التي مؤنثها فعلى، برضو مش على وزن فعلان التي مؤنثها فعلى زي كلمة عطشان المؤنث بتاعها عطشة، فهنا لا تجمع جمع مذكر سالم، ما ينفعش اقول عطشانون، مش هينفع خالص حاجة زي كده، فهنا لا تجمع جمع مذكر سالم. واخيرا قال لي ليست مما يستوي فيه صفة المذكر والمؤنث. زي ايه اللي بيستوي فيه صفة المذكر والمؤنث؟ صيغة التفضيل اللي على وزن فعول. فكلمة فعول
ينفع تشتغل مع المذكر وينفع تشتغل مع المؤنث. فبقول هذا رجل عجوز وهذه امرأة عجوز. فكلمة عجوز هنا اللي على وزن فعول ينفع تكون مع المذكر وينفع تكون مع المؤنث، عشان كده هذه الكلمة لا تجمع جمع مذكر سالم، فما ينفعش أقول عجوزون وعجزين، لا ما ينفعش خالص. يبقى تاني معلش بالراحة كده بالله عليكم، عشان أجمع الكلمة جمع مذكر سالم لابد أن تكون صفة، صفة أو علم عاقل، صفة أو علم عاقل. فلو علم عاقل ما ينفعش يكون متصل بتاء مربوطة، وما ينفعش يكون علم مضاف زي عبد الرحمن وعبد الله إلى آخره. ولو كانت صفة عاقلة ما ينفعش يكون فيها تاء مربوطة زي علامة وفهامة، وما ينفعش تكون على وزن أفعل التي مؤنثها فعلاء. بس عادي الكلمة اللي على وزن أفعل التي مؤنثها فعلة تجمع جمع مذكر سالم. كمان ما ينفعش تكون على وزن فعلان التي مؤنثها فعلة، وما ننساش ان الكلام ده اصلا ممنوع من الصرف، ولازم ما ينفعش يستوي فيها المذكر والمؤنث. يعني ينفع نفس الكلمة استخدمها كصفة مذكرة او كصفة مؤنثة، لا ما ينفعش حاجة زي كده. ده شروط جمع المذكر السالم. طيب لو اختل شرط من الشروط دي يتحول عندي من جمع المذكر السالم الى الملحق بجمع المذكر السالم. وهنا بنتعرف على الملحق بجمع المذكر السالم. قال لي هي كلمات تدل على جمع المذكر السالم، عادي تدل على جمع المذكر السالم، ولكنها لم تستوفي شروط جمع المذكر السالم، يعني ما تحققتش فيه الشروط بتاعت جمع المذكر السالم. فشرط من الشروط اللي اتكلمنا فيها من شوية لم يتحقق فيه، ولكن تأخذ إعراب جمع المذكر السالم، بس في نفس الوقت بتاخد إعراب جمع المذكر السالم. طيب تعال بالراحة كده أفهمك قبل ما أروح لأي أمثلة. لما باخد كلمة زي كلمة ألو، هنا المفروض إن كلمة ألو في حالة الرفع وكلمة ألي في حالة النصب والجر. كلمة ألو ده جمع مذكر سالم، قلنا من شروط جمع المذكر السالم إن تكون الواو والنون أو الياء والنون بالنسبة لي زائدتين. فقلنا معنى كلمة زائدتين يعني لما بشيلهم بيتبقى عندي المفرد. فكلمة ألو لو شلت منها المفرد هيتبقى عندي أل. هل دي كلمة منطقية؟ لا مش كلمة منطقية. فأصبحت هنا كلمة ألو أصبحت ملحق بجمع المذكر السالم. طب ليه؟ لأن لا مفرد لها، عشان ملهاش مفرد. وشرط جمع المذكر السالم إن يكون لما بشيل الواو والنون يتبقى عندي المفرد. فبقول كلمة معلمون لو شلت منها الواو والنون هيتبقى عندي معلم، فأصبحت جمع مذكر سالم. أما كلمة ألو لو شلت منها الواو هيتبقى عندي أل، ما تدلش على أي حاجة، فأصبحت ملحق بجمع المذكر السالم وبتاخد بقى إعراب جمع المذكر السالم. يبقى الملحق بيفتقد شرط من شروط جمع المذكر السالم ولكن يأخذ إعراب جمع المذكر السالم، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. تعالوا مع بعض نتفرج على ملحقات جمع المذكر السالم. ملحقاته هي كلمة ألو وأول أو أولي في حالة النصب والجر، كلمة أهلون أو أهلين، عالمون أو عالمين، بنون وبنين، سنون وسنين، وألفاظ العقود المعروفة اللي هي الألفاظ 20 30 40 لحد 90. تمام جدا، ركز معي. أولا كلمة ألو ليه ملحق بجمع المذكر السالم؟ قلت لك من شوية لأن لا مفرد من لفظها، ملهاش مفرد من لفظها. فمفرد كلمة ألو هو ذو، ذو ألو بمعنى أصحاب، مفردها ذو، فهنا مفيش مفرد من اللفظ بتاعها. زي لما بقول جاء أولو العلم، فأصبحت أولو هنا فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طب هنا سبب إلحاقه بجمع المذكر السالم، لا مفرد لها من لفظها. برضو كلمة أهلون ملحق بجمع المذكر السالم، قلنا جمع المذكر السالم لابد أن يدل على صفة أو يدل على علم. وكلمة أهلون وكلمة أهلين ليست صفة زي مجتهد وكسول ونشيط، وليست علم زي محمد وأحمد إلى آخره. فما دام الكلمة ليست صفة وليست علم تلحق كلمة أهلون، ليست صفة وليست علم، فأصبحت ملحق بجمع المذكر السالم ولكن بتاخد الإعراب بتاعه، أو فقدت شرط من شروط جمع المذكر السالم ولكن بتاخد إعراب جمع المذكر السالم. فبقول هم الأهلون
أصبحت خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. برضو كلمة عالمون وعالمين اللي هي العالم المحيط بينا، فده برضو ملحق بجمع المذكر السالم لأنها ليست صفة وليست علم، فقدت شرط من شروط الجمع المذكر السالم، ولكن بالنسبة لنا بتاخد إعرابه، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، فأصبحت ملحق بجمع المذكر السالم زي الله رب العالمين. أهي كلمة العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، السبب ليست صفة وليست علم. يبقى أهلون وعالمون السبب لأنهم ليست صفة وليست علم. برضو كلمة بنون وكلمة بنين، المفرد من كلمة بنون وكلمة بنين هو ابن، فلما جمعناها قلنا ايه؟ قلنا بنون او بنين، فحذفنا مين يا شباب؟ حذفنا الالف. معنى كده لما جمع جمع مذكر سالم تغيرت صورة المفرد، واحنا قلنا صورة المفرد ما ينفعش ان هي تتغير، زي كلمة معلم معلمون، لما نحذف الواو والنون يتبقى عندي كلمة معلم، فصورة المفرد هنا مش متغيرة. اما كلمة ابن اصبحت بنون، لو شلنا الواو والنون هيتبقى عند الباء والنون بس، فاصبحت هنا تغيرت صورة المفرد، ففقدت شرط من شروط جمع المذكر السالم، ولكن لسه بتعرب الاعراب بتاعه، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، فاصبحت ملحق بجمع المذكر السالم زي كلمة بنون وبنون. وبنقول السبب هنا تغيرت صورته في المفرد، فبقول البنون زينة الدنيا، مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. كمان كلمة سنون وسنين، فهنا المفروض إن كلمة سنون أو سنين المفرد منها سنة، صح كده ولا إيه؟ المفرد منها سنة، فبرضه هنا صورة المفرد هنا مؤنثة، والمفروض إن اللي بيجمع جمع مذكر سالم لابد أن يكون مذكر عاقلا. إذا كلمة سنون وسنين فقدت شرط من الشروط، ولكن لسه بتجمع جمع المذكر السالم، فأصبحت ملحق بجمع المذكر السالم. طيب السبب إن كلمة سنون وسنين ملحق بجمع المذكر السالم لأن المفرد بتاعها مؤنث وليس مذكر، وفي نفس الوقت هي لا تدل على صفة أو علم، زي لما أقول مرت السنون، فكلمة السنون هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. خد بالك في كلمة سنون وسنين بنقول السبب لأن المفرد منها مؤنث، والذي يجمع جمع مذكر سالم لابد أن يكون مذكر عالم أو صفة عاقلة. تمام. أخيرا عندنا ألفاظ العقود. مين ألفاظ العقود؟ اللي هي كلمة زي كلمة عشرون، أو كلمة زي كلمة عشرين في حالة النصب والجر، كلمة ثلاثون وثلاثين، أربعين أربعون وأربعين، لحد العدد 90. فهنا كلمة 20 لو انت حبيت تجيب لي المفرد منها مش هقدر اجيب منها مفرد، فاصبحت ملحق بجمع المذكر السالم لانه لا مفرد لها. فبقول اشتريت 30 كتابا، هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب سبب إلحاقها بجمع المذكر السالم لأنه لا مفرد لها من لفظها. يبقى ده بالنسبة لي ألفاظ الملحقات، نقولهم تالي كلمة ألو، كلمة ألو لأنه لا مفرد من لفظها، أهلون وعالمون لأنها ليست صفة وليست علم، بنون عشان صورة المفرد تغيرت، سنة أو سنون لأن المفرد بتاعها مؤنث وليس مذكر، وبعد كده ألفاظ العقود 20 30 40 لحد 90 لأنه لا مفرد لها من لفظها. لكن الكلام عن جمع المؤنث، لا، جمع المذكر السالم وملحقاته هنبدأ مع بعض دلوقتي، نتحرك مباشرة للكلام عن آخر حاجة في الملحقات وهو الملحق بجمع المؤنث السالم. يلا بينا يا شباب مع بعض واحدة واحدة، بس طبعا لازم في البداية نحل تدريبات على جمع المذكر السالم وبعد كده نكمل مع بعض زي ما احنا ماشيين. نبدأ نجاوب مع بعض كده واحدة واحدة، تطبيقات وتدريبات على جمع المذكر السالم وملحقاته. السؤال الأول بقول أحب الأبناء، بيقول أكمل بملحق بجمع المذكر السالم. طبعا كلمة الأقربون ده جمع مذكر سالم، ولكن كلمة الأهلون ده ملحق بجمع المذكر السالم، بس خد بالك إن الأبناء هنا الإعراب بتاعها مفعول به منصوب، الواو هنا حرف عطف في الكلمة اللي هتتحط معطوفة، فلازم بتاخد إعراب اللي قبليها، وكلمة الأهلون هنا بالواو والنون معناها مرفوعة
والملحق بجمع المذكر السالم او جمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء. فالمفروض هقول احب الابناء والاهلين، فكلمة الاهلين هنا معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم. اما كلمة الاقارب طبعا ده جمع تكسير، الاختيار الوحيد اللي صح هو الاختيار ج. نقطة رقم 2، بني مصر حافظوا عليها، بني حافظ على وطنك، علامة إعراب بني أو بني في الاتنين. طبعا بني مصر دي كان أصلها بنين بنين، فأصبحت هنا ده منادى منصوب وعلامة نصبه الياء وحذفت النون للإضافة. أما كلمة بني فدي كلمة ابن مضافة إلى ياء المتكلم بني، فبتدل على المفرد عادي، فأصبحت كلمة بني هنا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة والياء في محل جر مضاف إليه. وطبعا أداة النداء في المثالين محذوفة لبيان القرب والحب، فأصلها يا بني مصر أو يا بني. يبقى بني مصر الأولى منصوبة وعلامة نصبها الياء، أما بني التانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة المقدرة. يبقى الأولى الياء والتانية الفتحة المقدرة. الأولى كلاهما الياء خطأ، الأولى الفتحة المقدرة، المفروض إن الأولى هنا كده يا شباب الياء، والثانية المفروض الفتحة المقدرة زي ما بشرح دلوقتي. طبعا كلاهما الفتحة المقدرة مرفوض، الأولى الفتحة المقدرة والثانية الياء، ده بالنسبة لي اختيار مقرر مش هينفع. يبقى المفروض الاختيار السليم هو الشكل اللي قدامك ده، لو معاك المذكرة عدلها فيه، الأولى الياء والثانية الفتحة المقدرة. نقطة 3، حضارة مصر منذ آلاف السنين، علامة إعراب كلمة السنين، طبعا هنا آلاف السنين، طبعا هنا العلامة بتاعتها هي الياء لأنها ملحق بجمع المذكر السالم، يبقى العلامة بتاعتها مين؟ الياء، الاختيار المناسب بالنسبة لنا ده. نقطة رقم 4 بتقول، هنا بيقول بمنتهى البساطة، إنما ذو الأخلاق تحبهم جميع الناس. إذا حذفت ما من كلمة إنما تصير الجملة، طبعا ما دام حذفنا ما من انما فهترجع ان عامله خالص لان دي ما الكافه، فهتبقى بدل انما ذو هتبقى ان ذوي بالشكل ده. يبقى الاختيار المناسب الف ان ذو مرفوض، باء مرفوض، جيم مرفوض، هتبقى ان ذوي الاخلاق تحبهم جميع الناس، اسم ان منصوب وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. نقطه 5، نحن صبر وعلم، وعايز يكمل بملحق بجمع المذكر السالم. كلمة أولاد ده ملحق بجمع المؤنث السالم، كلمة ذوي ده جمع مذكر سالم عادي خالص، وبرضو كلمة ذو ده جمع مذكر سالم، ولكن الاختيار المناسب نحن أولو صبر وعلم. فالاختيار المناسب ده ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا مفرد له من لفظه، فالمفرد بتاعها ذو. تمام. نقطة 6، شاهدت مئات البساتين، علامة إعراب البساتين، كلمة البساتين اوعى تقول ده جمع مذكر سالم، ده كلمة البساتين ده جمع تكسير عادي خالص عادي خالص. يبقى البساتين هنا العلامة الإعرابية بتاعتها شاهدت مئات البساتين، البساتين هنا إعرابها تمييز مجرور بالإضافة أو مضاف إليه، إذا المضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وطبعا الكسرة الظاهرة عادي خالص ما عنديش أي مشكلة. الاختيار المناسب بالنسبة لنا هو رقم ج، ده مش جمع مذكر سالم. تمام. نقطة رقم 7، قال الشاعر، بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. بيقول هنا إعراب كلمة بني، طبعا هي أصلها يا بني، ده مش ملحق بجمع المذكر السالم لأن ده مفرد عادي خالص، والياء المتصلة دي ياء المتكلم. تمام، كأنه بيقول يا ابني. إذا بني هنا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منادى منصوب بالفتحة المقدرة. الاختيار المناسب بالنسبة لنا هو ألف، وطبعا فتحة مقدرة لاتصاله بياء المتكلم. نقطة 8، قال تعالى، وما يذكر إلا أولو الألباب، إعراب كلمة أولو، مين اللي بيتذكر أولو؟ يبقى أولو هنا الإعراب بتاعها فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وطبعا ده استثناء ناقص منفي، عشان كده كلمة أولو بتعرب حسب موقعها في الجملة. الاختيار المناسب بالنسبة لنا هو ألف فاعل مرفوع تمام بالواو. طبعا 9، هنا بيقول زينة من زينات الحياة، أكمل بجمع مذكر بملحق بجمع المذكر السالم، طبعا كلمة الأموال ده جمع تكسير، وهكذا كلمة الأبناء وكلمة الأهل مش هينفع.
يبقى الملحق بجمع المذكر السالم هي كلمة البنون، فهي البنون زينة من زينات الحياة، والبنون هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم لاختيار المناسب جيم. نقطة رقم 10 بتقول: قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. إعراب كلمة العالمين طبعا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لا تدل على علم ولا تدل على صفة، يبقى العالمين هنا الإعراب بتاعها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. نقطة 11: بني مصر نحو المجد والعلا ترتقي النفوس. تمام، هنا برضو أصلها يا بني مصر نحو المجد والعلا ترتقي النفوس، فإعراب كلمة بني ده طبعا ملحق بجمع المذكر السالم، فإعرابها منادى منصوبة وعلامة نصبه الياء، وحذفت النون للإضافة فكان أصلها بنين، يبقى هنا إعرابها منادى منصوب وعلامة نصبه الياء، وحذفت النون للإضافة لاختيار المناسب بالنسبة لنا هو الاختيار د. نقطة 12: يسعى إلى النجاح أولو الهمم، علامة إعراب الهمم، طبعا المفروض هنا علامة إعراب أولو، فهنا يسعى المفروض مش الهمم، المفروض أولو، فهي يسعى إلى النجاح أولو، فطبعا إعرابها هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لاختيار المناسب بالنسبة لنا هو الاختيار د لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. تمام، نقطة رقم 13: تحترم الناس، طبعا تحترم الناس، الناس هنا المفروض فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، هنكمل بملحق بجمع المذكر السالم، فطبعا اللي هيتحط هنا المفروض مفعول به، فمش هينفع أقول أبدا ذوي، ذو، خاصة إن ذو هنا ده جمع مذكر سالم هو عايز ملحق، ما ينفعش كلمة أصحاب ده جمع تكسير، إذا تحترم الناس أولي الأخلاق، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم لا مفرد له، وطبعا ما ينفعش كلمة محبي الأخلاق لأن محب هنا ده جمع مذكر سالم عادي خالص وليس ملحق بجمع المذكر السالم، لأن لو شلت الياء والنون أو شلت الياء هيتبقى عندي كلمة محب، يعني تبقى عندي المفرد، يبقى ده جمع مذكر سالم وليس ملحق، يبقى الاختيار الوحيد المناسب رقم جيم هو عايز الملحق. تمام، نقطة 14: تمضي ونحن واقفين في أماكننا، أكمل بملحق، طبعا الأيام ده جمع تكسير، العقود ده جمع تكسير، هنا بقى تمضي إيه اللي بيمضي؟ المفروض تمضي السنون، لأن الكلمة اللي هتتحط هنا الإعراب بتاعها فاعل، وكلمة سنون وسنين ملحق بجمع المذكر السالم ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، والفاعل دايما مرفوع، فهقول تمضي السنون ونحن واقفين، فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وما ينفعش أقول السنين، يبقى الاختيار الوحيد اللي صح هو الاختيار رقم جيم. نقطة رقم 15 والأخيرة: قال الشاعر: وما المال والأهلون، ولا عندنا حاجة تاني، عندنا نقطة بعديها. قال الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. إعراب كلمة الأهلون، طبعا المال هنا ما نافية لا محل لها من الإعراب، المال مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، الواو حرف عطف، الأهلون هنا معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو، يبقى كلمة الأهلون هنا الإعراب بتاعها معطوف مرفوع بالواو، الاختيار المناسب هو رقم د. نقطة رقم 16 وآخر نقطة معانا: تعلمت على مر السنين من معلمين عظماء لا يبخلون بعلم أو جهد. الملحق بجمع المذكر السالم، طبعا كلمة المعلمين ده جمع مذكر سالم، كلمة عظماء ده جمع تكسير، يبخلون ده فعل مضارع، يبقى الملحق بجمع المذكر السالم كلمة السنين لأن مفردها مؤنث، يبقى الاختيار المناسب بالنسبة لنا هو الاختيار رقم د. كده الحمد لله وفضل من ربنا وصلنا لنهاية الكلام عن جمع المذكر السالم والملحق بجمع المذكر السالم، درس من الدروس المهمة جدا جدا جدا، وكده عندنا في الملحقات إن شاء الله تعالى درس واحد بس هنكمله مع بعض، وهو الجمع المؤنث السالم والملحق بجمع المؤنث السالم. نقول كده بسم الله عشان هنبدأ نتحرك ليه إن شاء الله تعالى، لازم تسمع الحلقة بتاعته. وصلنا مع بعض لنهاية المحاضرة ونهاية الكلام عن جمع المذكر السالم وملحقاته، وما ننساش لايك وسبسكرايب، سيب لنا تعليق تحت بأي حاجة عشان تكون دافع لغيرك، وصلنا معاكم للنهاية، يا رب تكونوا بتستفيدوا مننا أي حاجة ولو حتى حاجة صغيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.